السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات دور ال32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 27/1/2024. أرجو من حضراتكم قبل ما أبدأ الفيديو، أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك، اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعين الكرام، اليوم السبت 27/1/2024، إبسويتش تاون خسر من ميدستون يونايتد 1-2. ليستر سيتي فاز على برمنغهام سيتي 3-0 احرز الاهداف جيمي فاردي في الدقيقة 47، يونس أكغون في الدقيقة 72، ودينيس برايت في الدقيقة 88. ليدز يونايتد تعادلت أمام بلموس أرجايل 1-1. كده مباراة ليدز يونايتد أمام بلموس أرجايل هتتعاد تاني على ملعب بلموس أرجايل. إيفرتون خسرت من لوتون تاون 1-2، أحرز ده إيفرتون جاك هاريسون في الدقيقة 55، هدفي لوتون تاون عن طريق فيتالي موكولينكو، هدف مرمى بيلعب لإيفرتون في الدقيقة 39، هدف سنة عن طريق كاولي وودرو في الدقيقة 96 قبل نهاية المباراة. شيفيلد يونايتد خسرت من برايتون 2-5، أحرز هدفي شيفيلد يونايتد جوستافو هامر في الدقيقة 44 وويليام أوسولا في الدقيقة 38 في الشوط الأول. أهداف برايتون عن طريق فاكوندو بونانونتي في الدقيقة 14، جواو بيدرو في الدقيقة 29 ضربة جزاء، جواو بيدرو في الدقيقة 52 ضربة جزاء، جواو بيدرو في الدقيقة 67 هاتريك، وداني ويلبيك في الدقيقة 97 سجل الهدف الخامس لبرايتون. فولهام خسرت من نيوكاسل 0-2، احرز دفاع نيوكاسل تشين لونج ستاف في الدقيقة 39 ودام بورن في الدقيقة 61. غدا الاحد 28/1/2024 عندنا اكتر مباراة اهمهم، ليفربول امام نورتش سيتي الساعة 4:30 عصر مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3:30 عصر مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، المعلق المتألق عصام الشوالي. نيوبورت كانتي أمام مانشستر يونايتد الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب على قناة بين سبورت اتش دي 2 التانية، والمعلق جواد بدة. طيب كده المتأهلين، أو بمعنى صح بدأت مباريات الدور الرابع ودور ال 32 يوم الخميس 25/1/2024. بورنموث تأهلت بعد الفوز على سوانزي سيتي 5-0 فتأهلت إلى دور ال 16. يوم الجمعة بريستول سيتي تعادلت أمام نوتنغهام فورست وسيتم إعادة المباراة على ملعب نوتنغهام فورست. شيفيلد ونزدي تعادلت أمام كوفنتر سيتي، سيتم إعادة المباراة على ملعب كوفنتر سيتي. تشيلسي تعادلت أمام أستون فيلا وسيتم إعادة المباراة على ملعب أستون فيلا. وتوتنهام خسرت من مانشستر سيتي والسيتي تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على توتنهام. وطبعا اتكلمنا عن المتأهلين إلى دور الـ16 حتى الآن، وهم بورنموث ومانشستر سيتي كده 2، وميدستون يونايتد 3، ليستر سيتي 4، لوتون تاون 5، برايتون 6، نيوكاسل يونايتد 7. دول متأهلين حتى الآن بعد انتهاء المباريات بالنسبة لليوم السبت. طيب خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الأول في ترتيب الهدافين جواو بيدرو لاعب برايتون سجل 5 أهداف، المركز الثاني سامي سوميديكس لاعب بلاكبورن روفرز 3 أهداف، وويليام أوسولا لاعب شيفيلد يونايتد. بعد كده اكتر من لاعب سجلوا هدفين. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.